مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين مع الكابتن سوباسا أو المشهور عربيا بالكابتن ماجد، جزء بطولة الناشئين، الحلقة رقم 31، مع أكيد هنا في المباراة النهائية، المباراة المثيرة، المباراة ممتعة جدا، المباراة أسطورية، أفضل مباراة في هذا الجزء ضد كارل هانز شنايدر الإمبراطور الشاب. إذا نكون في البداية مع كاتس وشيستر، إنهم اكتشفوا ودرسوا بالضبط ثنائية سوباسا وميساكي كيفية إيقافها، ولكن لدينا أكيد حلول أخرى سواء كان من الأطراف أو في الوسط. أيضا هنا هجوم هيوغا كوجيرو، ومرة أخرى يجرب تسديدة النمر أكيد المطورة، ولكن هناك المدافعين هنا، ولكن بتعليمات أيضا هيوغا لنيتا شون عمار بالتسديد ما بين قدمي مولر. هنا مولر أمسك الكرة بكل سهولة أكيد، طبعا نقطة ضعفه كانت هي بالضبط، ولكن هو تجاوز وتغلب على نقطة ضعفه يا هيوغا كوجيرو. خصوصا هنا هيوغا قال إنه نقطة ضعفه هي هذا، ولكن هل كان هذا وهم كما أجبت الآن عليك يا هيوغا كوجيرو؟ فهو تغلب على نقطة ضعفه. إذا نأتي الآن إلى النقطة الأخرى، وهي التسديدة المزدوجة بين سوباسا وهيوغا كوجيرو. كان لديهم إحساس في الحلقة السابقة، طبعا عندما كانت الركلة الحرة، هنا هيوغا كوجيرو أكيد وسوباسا هنا سددا الكرة مع بعض، تسديدة المزدوجة قوية جدا، وهي أقوى تسديدة في هذا الجزء. نعم بالضبط، هي أقوى تسديدة هنا، وتسديدة هي السريعة ولولبية وتهتز بالشكل كبير أكثر بكثير عن تسديدة المزدوجة الخاصة بالأخوان شوقي، الأخوان تشيبانا، وأيضا هي أقوى من تسديدة سوباسا وميساكي تارو التي ظهرت في الجزء الأول على وكاشيما سكين رعد عندما سجلوا الهدف الأول هناك. إذن نأتي الآن مرة أخرى مع فلاش باك، تكملة فلاش باك الخاص بدويتر مولر، وهنا الشاحنات التي رأيتموها في الأنمي لم تظهر في المانجا. إذن هنا يحسب ألف حساب للاستوديو، استوديو كاي هنا أبدع بالفعل بوجود هذه الشاحنات التي عليها الصخور أكيد أو الحجارة. هنا طبعا وقوع الحجارة على دويتر مولر ولكمها أكيد وأمسك الكرات. أيضا هنا انظروا في المانجا عندما التقط مولر الكرة الثالثة، هنا دماء على يد دويتر مولر لم تظهر في الأنمي، وبالنسبة على جرح خد مولر هنا ظهر في الأنمي. إذن هناك أشياء لم تظهر في الأنمي وظهرت في المانجا فقط، وطبعا الشاحنات لم تظهر في المانجا لأن المؤلف يريد أن يستعجل فطبعا في إيصال الفكرة للقارئ أكيد. لماذا استطاع مولر إيقاف تسديدة الخاصة المزدوجة بسوباسا وهيوغا كوجيرو؟ لأنه كما قال مدربه عليه أن يكون لديه غريزة الحيوانات المفترسة، ولاحظنا ذلك من خلال تحطيمه الصخور في هذا الفلاش باك، لذلك أوقف بكل سهولة هذه التسديدة المزدوجة بين هيوغا وسوباسا. إذا ننتقل الآن إلى شنايدر. شنايدر كانت هنا لديه مراقبة لصيقة من قبل مدافعين الأربعة للمنتخب الياباني، هنا لم يستطع فعل شيء شنايدر سوى التمرير إلى شيستر، شيستر سددها إلى وكباشي، وكباشي مباشرة ركلها إلى طبعا هيوغا كوجيرو وتاكيشي ساغاتا. لكن قبل ما نكمل هنا الطريقة التي ركلها أو أيضا الهدف الأول للمنتخب الياباني، نتذكر هنا الجزء الثاني. الجزء الثاني كان هناك طبعا بطولة طبعا الفرنسية، نعم بطولة في فرنسا، كانت مباراة ضد المنتخب الألماني والياباني في المباراة النهائية. بنفس الطريقة الهدف الأخير كان للمنتخب الياباني عندما مرر وكباشي الكرة
إلى ميساكي تارو في البداية ياسين بمقصية، بعدها إلى هيوغا كوجيرو بسام، وأيضا المقصية تمريرة إلى سوباسا، والمقصية الأخيرة كانت مع سوباسا سجل فيها الهدف. وقتها طبعا هناك الحارس مختلف ليس ضمن الشخصيات الرئيسية في المانجا. إذن هنا نكمل مباشرة، الطريقة لاحظتم هنا كان نفسها، هنا التسديدة الخاصة بهيوغا كوجيرو وتاكيشي سوادا مأمون، المقصية المزدوجة كما قال هنا تاكيشي سوادا إنه أضعف تسديداته، أكيد أضعف من هيوغا كوجيرو، لذلك انحنت على اليمين وكانت تمريرة لميساكي تارو ورأسية من ميساكي تارو هنا، ومساعدة سوباسا سجل فيها الهدف الأول. إذن هنا نأتي إلى سؤال الحلقة الآن، وهو ما هو سر الهدف الأول؟ أكيد هنا التعاون بين الجميع أولا، والضغط على دويتر مولر، وأيضا ثانيا هنا دويتر مولر استخف بتسديدة المزدوجة الخاصة بتاكيشي سوادا وهيوغا كوجيرو، هنا استخفافه طبعا أتى الهدف، وأيضا عدم ملاحظته ورؤيته لسوباسا هنا سجل فيها ميساكي تارو الهدف الأول. لو تذكرون أيضا في الحلقات السابقة إنني وضعت سؤال للحلقة رقم 28، من لديه طبعا مفتاح باب التسجيل؟ من سجل هنا؟ هنا ميساكي تارو، ولكن مفتاح الباب كان مع سوباسا. إذن هنا بالضبط ما حصل، وهنا انتهينا من حلقة رقم 31. إذا عجبكم المقطع لا تنسون اللايك والنشر والاشتراك في القناة. الكرة هي صديق لي، شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.